سلام ناكوزي الشاب الحلو كتير من لبنان، صاحب الصوت اللي اكبر منه بكتير، طولك متر وصوتك طوله مترين مثل ما قال نبيل سواحة من صيدا. انت اهلا وسهلا فيك ببرنامج نجم النجوم. انت الشاب الوحيد بين هالصبيتين مي وحنين من بتصفية الجونيورز، كيفك؟ منيح. كيف الاعصاب؟ الحمد لله. توصلت للنهائيات مبسوط؟ مبسوط. شبهوا كلهم بسلطان الطرب جورج وسوف. ايه. بتحب تسأله اسئلة؟ يعني هلا اذا قدامك جورج وسوف شو بتسأله مثلا؟ ما بسأله شيء. شو بتقول له؟ شو؟ سمعني؟ سمعني شو موال. شو موال؟ أي أحلى موال عن جورج وسوف بتحبه؟ أنا مسافر. ببكي شوي هيدا، أنا مسافر يا أمي. فيك تذكرنا فيه؟ أنا مسافر. أنا مسافر يا أمي ودعيني. انقلي لي وبحنانك زوديني. وإذا بعطف الأم تتردي علي. إذا بهجري جرحتك سامحيني يا أمي. طيب بدك تفوت على الفن، بدك تغني، كيف عرفت إن صوتك حلو هالقد؟ كنت انت وصغير مثلا تبكي بطريقه حلوه مثلا بس والله على وشو بس شو بناء ليه تحكي مظبوط مظبوط. خبرنا شو كنت، كيف عرفت صوتك حلو؟ امي اكتشفتني قلت لك سمعني غنى على طول. لا كنت عم غني بالبيت، قالت لي صوتك حلو كثير، قالت لي انزل مع خيي غني. انا كان خيي غني صيدا. قالت لي انزل مع خيي غني، قالت لي خليه يشوفك الزلمه، يعني قلت لي نزال غني وشوف العالم كيف. وليلة وداعك بكت نايم، غنت معي على حنيا ويلي، رايحة ويا جوعة الغمرة ع قصر لفو زنبة اشميلي. عندك كتير جير فريندز انت؟ ايه. كم وحدة؟ يا ما فيك تعدين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. و13 سنة عمرك، بس مين أكثر وحدة بتحبها هيك؟ دول اسمها هلا وين ساكنة؟ بصيدا. طيب هلا إذا لنفرض هي عم اتصلنا فيها وعم تحكي معك. ايه. أوكي؟ هي على الكاميرا بوجهك، أوكي؟ شو بدك تقول لها؟ بدي أقول لك شو بدك تقول لها؟ قول لها شو. بدي أقول لها بدي أعطيها بوسي. طيب يلا بيعطوها، بدك الا بعطيها بوسه. طيب ونهائيات قربت خايفين؟ لا عادي مبسوط، اعصابك تمام؟ تمام. خلص تعودنا على البرنامج. تعودنا. طيب شو هي الاغنيه اللي بتحبها انت كثير؟ كثير 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 الحبايب. قلنا شي منها يلا. الحبايب على المحبه يعودونا، رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا. الحبايب على المحب يعودونا، رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا. كل ما قربنا منهم يبعدونا، كل ما بعدنا عنهم يلحقونا بالتفاهم أو رضاهم. بالتفاهم أو رضاهم حيرونا وصهرونا الحبايب. الله يا سلام. الله الله الله، برافو، الأغنية رائعة جدا. أنا نصيحتي لك يا سلام، أنا بتمنى لك التوفيق فعلا، أنت إنسان كتير لذيذ على الكاميرا وبرات الكاميرا، لذيذ كتير كتير. الله يوفقك ويحميك لأهليتك وسلام الرجالة. بطلع لك بوسة أخيرة كمان يلا. رح نتذكر سوا سلام بأكثر من مرة أو اثنين أو ثلاثة، طلعت على نجم النجوم مرتين وهي الثالثة الأسبوع الجاي بأغاني حلوة كتير، رح نضطرب لصوته وطلته وحضوره. سلام ناكوزي من لبنان. أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك.
فايف ستار لانك انت بروفيشنال فنان ومطرب ومختار اغنيه صعبه جدا واي دونت نو شنو اقول لك انت ستار.24 نجمة يا سلام، 49 نجمة هو المجموع. يفيد معنا سلام للمرة الثانية. سلام نكوزي من لبنان رح يقدم لنا على مسرح نجم النجوم ولجمهور نجم النجوم أغنية للسيدة أم كلثوم، منتبه سوا. أنا في انتظارك خلي، أنا في انتظارك خلي، ما عرف أطفال بيغنوا أغاني ناس كبار وكمان بحرفية زايدة، يعني انت بتفكرني بجورج وسوف زمان لما طلع وهو صغير. شكرا سلام، انت من النوع اللي دائما يقبل التحدي. المرة قبلت انك انت تتحدى سلام لصغير بأم كلثوم، السيطرة على أم كلثوم صعبة. احسب يا خطار احس بالوقت ان الزمان احسب يا خطار والهمسه احس بالوقت على كده اصبحت وانسيت وشافوني قالوا كان ليه على كده اصبحت وانسيت. صوتك حلو جدا عازب، انا بحب اسمع صوتك. من لبنان عرفات غناء الصغار، ألف مبروك لسلام. مبروك لسلام.